ان شاء الله النهارده هنتكلم عن البيزكس بتاعت الانتجر سيميوليشن. معظم الموديلز اللي احنا بنستخدمها هي قائمه بشكل او باخر على الالكتريكال كارت، سواء بنعمله ميزوليشن او بنستخدمه زي ما هو. فان الموضوع محتاج نتعرف على الاساسيات بتاعه الالكتريكال سيميوليشن، ومن هذه الاساسيات احنا نطبق الكلام ده كله ان شاء الله لاحقا على الحاجات اللي احنا هناخدها فيما بعد خلال هذا الترم ان شاء الله. الالكتريستي معناها continuous movement of the free charged particles اللي هي الالكترونز in a circuit. unit of electrical current بتبقى بيسموها الامبير، وده بيقيس شدة التيار. الكهرباء معناها حركة الإلكترون في الدائرة. يعني حضرتك لما أنت عارف النواة بتاعت الذرة وعارف حواليها الإلكترون، لما الإلكترون دي بتتحرك يعمل لك كهرباء. أما يبقى الإلكترون بشحنات سالبة أو موجبة تتحرك، ده الموجة بتاعتها تعمل لك تيار كهرباء. طب ايه هي انواع وحده قياس تيار الكهرباء؟ هي الايه؟ الامبير. ايه هي انواع الالكتريستي؟ الالكتريستي قد تكون ستاتيك، قد تكون كارنت، يعني ثابته في مكانها ما بتتدفقش او ما بتتحركش، بنسموها ستاتيك. او ان الارتكلز بتمشي في كونتاكتو او بتتحرك فيسموها كارنت الكتريستي. الكارنت الالكتريستي بتحدث في حالتين، لما يبقى فيه موصل او حاجه تمشي فيها، وما يبقى فيه فرق المهد ما بين طرفين، بمعنى ان كميه كهرباء في ناحيه اعلى من كميه كهرباء في ناحيه ثانيه، فبيسموه فرق جهد، فيقوم يتحرك من الكميه الاعلى الى الكميه الاقل، فهذه الحركه ينتج عنها كهرباء نوعها كارنت الكتريستي. يبقى معنى كده ان الالكتريستي هي created by imbalance between electrons at two points، يعني نقطتين، نقطة فيها الالكترونز طاقتها عالية او الفرصة بتاعتها عالية، ونقطة تانية فيها الالكترونز طاقتها اقل، فهنا ينتج الايه؟ الالكتريستي. النيجاتيف بول دوما بيسموها الكاثود، دايما تبقى غالبا هي الاريا اوف هاي الكترونز كونسنتريشن. اما البوزيتيف بول اللي بيسموها الانود غالبا بتبقى الاريا اوف لو الكترون كونسنتريشن. الكتريستي از موست سكوير باي اتس ستريس التشارج، وريت اوف فلو بيسموها الكارب، والدرايفنج فورس بيسموها الفولتيج، والاوبوزيشن بيسموها الايفر امبيدنس، يعني قوه التيار الكهربي بتقاس بايه؟ بالفولت. قوه التيار الكهربي دي وحده قياسها هي التشارج. ااا
المعدل التدفق بيسموها الكارد، اما قوتها نفسها بيسموها الاستريس بتاعتها، والفورس اللي هي بتحركها بيسموها الفولت، او واحده قياس القوه بتاعتها هي الفولت. اما الحاجه اللي بتعكسها في ان هي تسري او تمشي بيسموها المقاومه، او بيسموها الامبيدنس او الريزيستنس. يبقى واحده قياس التيار الكهربي هي ايه؟ هي الامبير. اما الفولت واحده قياس القوه بتاعت التيار اللي بيتحرك بيها. بالنسبه للشغلات، طبعا في قواعد عامه بتحكمنا او بتحكم الالكتريستي. يقول لك ان في عندنا نوعين من الشغلات، سالب وموجب. الشحنات المتشابهة تتنافر، والشحنات المختلفة تتجاذب. الشارجز نايزر كرييتد أو دستويد، لا تخلق ولا لا الشارجز ولا أسباب مرة. الشارجز كان بي ترانسفيرد فروم وان أوبجكت، يمكن انتقالها من إيه؟ من أوبجكت إلى آخر. ايه هي بقى التايمز اوف الكتريكال كارد؟ قلنا الكتريكال كارد هو الكارد اللي بيمشي من نقطة ذات جهد عالية او فيها الكترونز كتيرة الى نقطة ذات جهد اقل، فاسمه اسريان الطاقة دي اسمه الكارد. انواع الكارد قد يكون دايركت كارد او الترنيتنج كارد او بلسد كارد. دايركت كارد يعني طيار بيمشي في اتجاه واحد بدون اي تغير في شكله. دايركت كارد ده بيسموه الدي سي، اللي هو مثال عليه التيار الكهربي اللي ماشي في الحيطه عندنا، ده اسمه دايركت كارد. نعم. لا ده دايركت. الالترنيتنج كارد ده باي دايركشنال، يعني ليه اتجاهين سالب وموجب. بلسد كارد هو بيجمع ما بين الاثنين، ما بين خصائص الالترنيتنج كارد وما بين خصائص الدايركت كارد. بص ساعتك اول واحده ده او ده دايركت كارد او الطيار طلع كده وهو ماشي في اتجاه واحد ما بيغيروش، سواء موجب او سواء سالب. بص بقى رقم بي ده اسمه التورنيتنج، يطلع موجب وينزل سالب ويروح طالع تاني موجب ونزل سالب وطالع موجب ونزل سالب وهلم جرى. طب البلسد، البلسد معناه ان طيار متقطع. يعني ايه طيار متقطع؟ يعني يشتغل شويه ويفصل شويه، عباره عن بلسد. يشتغل وبعد كده ريست وبعدين يشتغل وبعد كده ريست، ده اسمه ايه؟ بلسد. التيار البلسد ده قد يكون كونتينوس زي ما انت كده شايف، قد يكون الترنيتنج زي ما انت شايف، بس في كلتا الحالتين هو بلسد، بيقف شويه ويشتغل شويه. يعني زي ما انت شايف الالترنيتنج اهو اشتغل وبعدين وقف وبعدين اشتغل وبعدين وقف وهكذا. طب وفي البلسد في الكونتينوس هو شغال بس في اتجاه واحد، بس الموضوع يقف شويه ويكمل شويه ولكن في اتجاه واحد فيسموه دايركت. اما لو اشتغل في اتجاهين الترنيتنج، اما لو بيشتغل شويه يفصل شويه اسمه بلسد، والبلسد ده قد يكون الترنيتنج وقد يكون دايركت. هناك علاقه بين الريزيستنس وبين الكارنت والفولت فيما يسمى بأومز
لوب، قانون لوب. قانون لوب بيقول لك ان الكارنت فلو از دايركتلي بروبوشنال تو ذا فولت. تدفق التيار بيتناسب طرديا مع الفولت وعكسي مع الريزيستنس. يعني كل ما كان الالكترونز كتيره كل ما كان سريان التيار الكهربي او معدل سريان التيار الكهربي اعلى. يبقى اذا الكارنت بيساوي الفورس على الريزيستنس، الفورس اللي هي الفولت يعني مقصود بيها او تحت الامبير بيساوي الفولت على الاوم. يعني كل ما حضرتك كميه الكهرباء موجوده كبيره كل ما التيار الكهربي اللي ماشي كبير، وكل ما الموصل بتاعك اللي بيمشي فيه التيار الكهربي ما فيهوش ريزيستنس كل ما هو معدل السريان كبير. يبقى اذا من هذا المنطلق ومن هذا الحديث نقدر نقول ان الاي او الكارنت هيساوي الجهد المبذول على المقاومه المانعه. فكل ما كان الجهد اكبر والمقاومه اقل كل ما كان التيار الناتج اكثر وهكذا. العوامل التي تؤثر على المقاومه، واحد ماتيريال كومبوزيشن، يعني عشان التيار يسري في ماده ما هل هناك عوامل بتساعد على سريانه او هناك عوامل بتساعد على منعه. فقال لك والله اول حاجه بتتوقف عليها سريان التيار الكهربي في ماده هو الكومبوزيشن بتاع الماده. كلما زاد الووتر كونتنت بتاع الماده كلما زاد سريان التيار الكهربي فيها، وكلما زاد او كلما زاد الفات بتاع الماده كلما زاد الانسيوليشن بتاعها او المقاومه بتاعتها اللي هي يسري فيها التيار الكهربي. والدليل على كده حضرتك لما تمسك فيشه ولا حاجه وايدك مبلوله بتسيح، مش بتسيح يعني بت انما لو انت يعني كنت في وضع عينك فيه مش مبلوله او ناشف تتكهرب بس كهرباء اقل. انما لو مسكت بقى ايه مسكت كهرباء وايدك مبلوله يعني تتجنن. فعشان كده لما تبقى واحد حبيبك كده وبيعز عليك وقاعد في الميه بتروح جايب طرف الكهرباء تقول له بص يا جميل بقى. فده يقول ان انت يعني يا اما هو حبيبك يا اما انت يعني محب لعمل خير ويعني وتستغل فهمك لقواعد الالكتريستي والفيزياء ان انت ايه تساعد اصدقائك. طيب العامل الثاني اللي توقف عليه سريان التيار الكهربي هو اللينز بتاع الكونتاكتور او اللينز بتاع الماده اللي هيسري فيها التيار. هتزود اللينز هتزود المقاومه، هتقلل اللينز تقلل المقاومه. النقطه اللي بعد كده الكروس سكشنال اريا، هتزود الكروس سكشنال اريا هتقلل المقاومه، هتقلل الكروس سكشنال اريا او سمك او قطر الايه الماده. ده بتلاقي ان هتزود سمك الماده او قطر الماده او قطر الموصل بمعنى ادق هيقل المقاومه، هتقلل قطر الموصل هتزيد المقاومه. تمبرتشر برضه السكيل تمبرتشر بتتناسب عكسيا مع المقاومه. كل ما حضرتك بتزود الهيت بتزود المويستشر او بتزود الرطوبه الموجوده داخل الجسم او داخل الماده، وبالتالي ده ادعى ان الكهرباء تنتشر بصوره اسرع او افضل من لو كان الموضوع ناشف خالص. يبقى خلاص القول في الكلام ده بتحب تكهرب واحد من فضل بيبر او من كهرباء. طب واضح حاجه؟ نضد الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها لما تيجي مثلا تشتغل في العيادات ونحط الالكترود بتاعنا بتاع الجهاز على العيان. احيانا الالكترود بيبقى ليه غطا كده، احنا بيبقى ليه غطا كده او بادئه يعني بنحطها. تيجي تحطها العيان ما توصلش كويس، تبلها توصل كويس. يبقى ده علم ولا مش علم يا متعلمين يا طلاب مدارس؟ يبقى العلم مستخدمه ولا مستخدموش؟ لا
بلاش كده. أما أجي أنا بعمل استيميوليشن للعصب مثلا في الشغل، أحيانا بيبقى السكان بتاع المريض بيبقى جاف جدا، فتفضل تزوده إيه؟ هتزوده كهرباء عالية أوي عشان تجيب. فأنت ممكن لو بس شفتها شوية كحول أو شوية مية بسيطة على طول يلقط الإيه؟ الإمبلس ويشتغل بسرعة. طيب الإمبلس بتزيد في حالة وجود الإديمة أو open wound. في حالة الإديمة الإمبلس بتزيد، وفي حالة الأوبن وورد الإمبلس بتقل. يبقى الإمبلس ما يبقى عندك جرح مفتوح، فبتلاقي إن إيه؟ الإمبلس بتقل. بتكهرب أحسن لو الجرح مفتوح، لو رجل ورمة أو ما إلى ذلك، أو في إسكيميا أو أسكوليوزس أو سكار تيشو، الكلام ده بيخلي الانتقال الكهربائي ايه؟ يخلي بيخلي الريزيستنس يا اخي هي اللي بس عم الريزيستنس اللي تزيد. الامبلانس بتزيد في حالة أوديما أو سكار تيشو أو أفريجنز أو أسوسكوليوزيس. بحالة الأفريجن أو أسوسكوليوزيس أو سكار تيشو أو إديما أو سكيميا الإمبلانس بتزيد، يبقى صواريخ التيار الكهربي بيقل. أما في حالة أوبن وورد مفتوح منه التيشو على طول أو في أفريجن يعني في تسلفات أو ما إلى ذلك، ده بيخلي صواريخ التيار الكهربي أفضل. ازاي تقدر تقلل السكن امبيدنس بتاعتك؟ قلنا ان احنا لو هو الجلد بتاعه عليه اي دهون او مش نظيف، فاحنا بننظف السكن نشيل الدهون، فده من شانه ان هو يقلل الامبيدنس. لو ايديه عليها شعر كتير مشعر يعني، فده بتموش الهير علشان تقلل الامبيدنس. وبرضه انت ممكن حضرتك تسخن المنطقه او تعمل لها رومنج اب، فالكلام ده يقلل الامبيدنس، او تحط جل او تحط ميه زي ما قلت لحضرتك كده. فكل الكلام ده بايه؟ بتقلل الامبيدنس. يبقى انت تقلل الامبيدنس بتاعتك او تزود الكهرباء بتنظف المكان، وانا بعمل كده فعلا في بعض الايه العيانين زي ما قلت لك كده جلدهم جاف او عليه عارف انت الحاجات مش نظيفه دي او تقوم تنظف الجلد فتلاقي الايه واصل كويس. خصائص الكارد، خصائص الكارد تبقى يا اما ديسكريبتيف يا اما كوانتيتيف. ديسكريبتيف يعني وصفيه تصف، كوانتيتيف يعني كميه، يعني بارامتر تصف الكم بتاع الالكتريكال كارد.
يبقى ما هنتكلم عن الاكسترنال كارنت، يا اما هنقول ان في حاجه وسطيه تصف، يا اما في حاجه كميه. طب الديسكربتيف هي يبقى فيها ايه؟ البارت بتاع الديسكربتيف النمبر اوف فيزز، سيمتري اوف فيزز، بالانس اوف فيزز، وفورم شيب. هنقول الكلام ده كمان شويه او هنشرحه او هنبينه مثال، يعني هيبان دلوقتي قدامك في صور. الراجل النايم في اخر صف ده صح صح. كوانتيتيف بنبص فيها على الامبليتيود، التايم بارامترز اللي هي الديوريشن، يعني الفريكوانسي، انترفال، الفيز تشارج والتشارج نفسها. يا دكتور هو نمبر اوف فيزز ده كده دي كده ديسكريبتيف مش كوانتيتيف؟ لما توصف تيار كهربي لازم بتتكلم عن الطيب والشيب بتاعه. طيب احنا قلنا انواعه ايه؟ لسه قلت من شويه اهو من 10 دقائق، دايركت والتمنيتيف والباسيت. الشيب بتاعه هنشوف هو سيمتريكال، يعني الويف اللي فوق شبه الويف اللي تحت ولا لا. ثاني حاجه بالانسد، يعني كميه الشحنات اللي في البلس او في الويف اللي فوق يتساوي نفس كميه الشحنات في الويف اللي تحت ولا لا، ده معناها بالانسد ولا انبالانسد. سيمتريكال يعني معناها الاثنين زي بعض، الويف اللي فوق الموجه المستقبل زي بعض ولا لا. فريكوانسي معناها عدد الشحنات، او بدل مش الشحنات بقى عدد الويفز في الثانيه. والبلس ديوريشن مدة الديوريشن بتاعت الويف. الويف فورم شيب، بص انواع الشيبز اللي بتقابلك بالنسبه للتيارات الكهربائيه المختلفه اللي ممكن تستخدمها. يا اما الشكل ده هو كده بيسموه سوتوس او ترابيزويد. سوتوس ده يعني حاجه زي كده زي سنان المشط بس متحط جنب بعض، يعني ده ترابيزويد. التانجلر ده سبايك، عارفين سبايكي؟ ايوه. عارفين الشباب الجميل المحترم اللي بيعمل لك الشباب المحترم دول ما تعرفينهم؟ اسمه سبايكي او الصايد، اسمه سينوسايدر. يبقى ده اسمه ايه؟ سينوسايتال او الصاين ده والسبايك والتنجرا 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 والسوتوس. ماشي. المونوفيزيك، المونوفيزيك بص بقى التيار ده يا شباب، الصياد اهوت فيه ملصايه واحده وبعدين بيريح وبعدين ملصايه، صح؟ ملصايه مش ملصايه، ملصايه يا مهندس البلص، اما مذكرها فايز لها مذكر. ركز معايا لو سمحت، ده اسمه مونوفيزيك. طيب لما يبقى عندك بلص فوق وبلص تحت او بلس موجب وبلس سالب يبقى اسمه ايه؟ بايفيزيك. نعم تمام. قول عايز تقول ايه؟ ايه الفرق بين البلس والفيز؟ ايه؟ بلس والفيز، الفيز جوه البلس، البلس جوه الفيز. من فضلكم يعني هدوا سايد توكينج شويه عشان نعرف نتكلم. ما نقولش بطلوا لو سمح الله. نقول بس هدوا، بس هدوا عشان نعرف نشتغل. ماشي. سالفه. سالفه.
اسمك ايه يا ولدي؟ سيف وزان. لا ما شاء الله عضو جميل دخل طول صباح الفل. هاش طول سلام عليكم يا ابني. الفيز قد تكون بلص او بلصين. لو هي بلص واحده يبقى اسمها الفيز دي مونوفيزيك. لو الفيز دي بلصتين بلصه فوق بلصه تحت او سالب وموجب يبقى اسمها الفيز دي ايه؟ باي فيز. يبقى الفيز ممكن تبقى بلص وممكن تبقى اثنين بلص. الفيز دي اللي هي البلص بعد كده فتره الايه؟ الريست. دي اسمها كلها على بعضها فيز. الفيز ممكن تكون اثنين بلص. لا مش اثنين بلص يعني بلص فوق بلص تحت. الفيز الكبيرة والبلص. لا البلص الكبيرة والفيز. هي الفيز واحدة بس. بصوا يا شباب. طب بس خلينا يديني فرصة نتكلم. بص الفيز دي هي اسمها فيز. دي بلص واحدة اهي. وبعدين ريست وبعدين فيز تانية. هنا الفيز دي بلص واحدة. ماشي؟ هنا الفيز دي بص هطلع فوق اهو. هتطلع سهل ونهاية لحد هنا وقال لك ان الفيز ده دي فيز ودي فيز وكلها على بعضها دي ايه؟ بلص. لحظة يا شباب والله يعني انا مبطول. منكم لله. اسمع بقى عشان ايه بقول التلاميذ بقى مظبوطين. انا مصدق بقول التلاميذ وخلينا نقول غلط. دي البلص. ماشي؟ دي بلص. البلص هي اللمبة. واللمبة قد تكون فيز واحدة أو فيز أو اثنين فيز. البلص من بداية حدوث الايه؟ الفيز إلى نهايتها دي كلها على بعضها بلص. ماشي؟ فالبلص ممكن تكون ديوشة بتاعتها قليلة لو هي مونوفيزيك. لو هي فيز فوق وفيز تحت فيسموها باي فيزيك. ماشي يا شباب؟ يبقى نقول تاني المونوفيزيك بلصز. البلصة المكونة من فيز واحدة اسمها مونوفيزيك. والبلصة المكونة من تو فيزز اسمها باي فيزيك بلصز. طيب خلينا نتكلم على بعض الخصائص او بعض البارامترز بتاعت البلص. بص رقم واحد دي اسمها ايه؟ الفيزيوليشن. دوما وابدا غالبا البص العمود الراس ده اسمه امبليتيود. الخط الراسي الخط الافقي اسمه طيب او مصر طيب او ديوريشن وده امبليتيود او انتنستي. فلما تيجي تتكلم عن المسافه بالعرض يبقى تتكلم عن ديوريشن. يبقى دي فانت هنا لما تتكلم عن الفيز بس يبقى دي فيز ديوريشن. لو خدتها من هنا لحد هنا اهو الاخر يبقى تتكلم عن كل الباص باص ديوريشن وهي بالعرض صح؟ يبقى فيز يبقى باص ديوريشن ودي بالايه؟ فيز فقط ديوريشن. طب المسافة اللي هنا ما بين البلصاية والبلصاية اسمها ايه؟ انت لا مش انت غلط، انت غلط صح. انت غلط او انت فيز ديوريشن اللي هي رقم 6. انت غلط او انت فيز. طيب الامبليتيود
رقم 4 اذا الامبليتيود دي ايه؟ ليه؟ فين بنقيس بيها الامبليتيود؟ يا اما من بيس لاين لحد البيك او من بيك تو بيك. من بيك تو بيك اسمه بيك تو بيك امبليتيود، من بيس لاين لو بيك اسمه ايه؟ بيك امبليتيود اسمه بيك امبليتيود. معانا يا شباب؟ فكرت دي معايا؟ طب اتخلوا من بعض شويه بس. ايوه ايوه طيب انت تعرفوا بعض كمان شويه كده. انا خلصت الحكايه بس هكملها بعد ال طيب ماشي. يبقى الامبليتيود بتاعك اللي الامبليتيود ده يعني هو ممكن نسميه هو الشده، شده التيار. فلما اجي اتكلم مجازا كده الشده اقول لك الامبليتيود، او الامبليتيود اللي على الرسم ده يمثل القوه بتاعت التيار او الشده بتاعت التيار. يبقى لما تبقى شدته عاليه يبقى الامبليتيود بتاعه عالي او الانتنستي بتاعته عاليه. زي ما هو انت شايف كده الامبليتيود اهو، وهو ده هيمثله الايه؟ الاي او الانتنستي. لما تبقى مده طويله هيمثله الهوريزونتال لاين او المحور اللي بالعرض، وده هيمثل الديوريشن. من بداية الويف حتى نهايتها نسميها كلها بالص ديوريشن. احنا كنا خدنا الكلام ده قبل كده لما كنا بنشرح الالتراساوند، مش هفكركم شويه بس التايم في المايكرو سكند، التايم بالخمسه ده اسمه ايه؟ انتر بالص انتر باك. انتر بالص يعني ما بين كل بالص والتانية. سته ده انتر بالص يعني ما بين داخل البالص نفسها ما بين كل فيز والتانية، اسمها انتر بالص أو الفاصل. الفكرة بنجيب الحاجات دي في الامتحان ونحطها ونجيب لك الأرقام بدون النقاط ونطلب منك زي الشرطة كده تقول لنا ما تمثله هذه الأرقام. ويفترض بيك إن أنت عرفتها وأنا عرفتها لك أهو. وغالبا هسألك فيها إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. ماشي. يعني بحس ان انتوا بص ثقه عمياء ان شاء الله. بس تيجي وما لكش دعوه انت حلو. انا الثقه بص اهم حاجه، اهم حاجه وانت بتتكلم تبقى واثق. بس ما تقلقش برضه، خلي بالك. انت عارف مثلا بيجي شاب حلو كده ولا شابه جميله كده تخش لي كده في امتحان الشيطان، تمسك السؤال ويا دكتور رقم واحد كذا واثنين كذا وثلاثه كذا وبتاع، وعشان كده بنعمل كذا، وانا قاعد بسمع كده وساكت. اخويا عمال اتهبد. وتفتكر بقى ان هي بتكلم حد ايه؟ جاي من كليه اداب، جاي من كليه تجاره، وتشرح له بقى السؤال بتاعها. اقول لها خلصت؟ تقول لي اه. اقول لها اجابتي غلط. تبدا بقى تبهز الثقه. وهنا تأتي مرحلة اهتزاز الثقة. بس الدخلة بتاعتها بتبقى حلوة. الثقة بص انك بتتكلم كده بثقة وانت عارف كل حاجة، دخلة حلوة. دي حاجة مهمة برضه، خلي بالك. عليها كام درجة طيب الدخلة؟ ولا ليها حظ. تنفع مع عوام الناس. واحد مش عارف الشغلانة، واحد بيفشوا عليه، بيهبط. يقول لك ده عالم جميل. يجي عندنا بقى ومش عارف وعمال يهبد ويتكلم وبتاع، او لا ده بيك زيرو مش صفر عادي. لا الموضوع كل واحد بمقامه ياخد ماينس كبير كده. طيب نرجع تاني بقى. يقول لك ان ايه دي بتمثل كميه الشوكولات الموجوده داخل الفيز. بمعنى ان انت لو كانت الفيز دي فيها شوكولات اكتر كان هيبقى حجمها اكتر. بيسموها الفيز تشارج. بيسموها ايه؟ الفيز تشارج، او بيسموها الاريا. دي اسمها الاريا، المساحه يعني. اما كميه الشحنات داخل البالص كلها بيسموها بالص تشارج، ودي تشمل
الشحنات الموجودة في الفيز الأولانية والتانية أو الفيز اللي فوق واللي تحت. ونفس المثال أدي فيز أولانية فوق أو إيه فوق وتحت الاثنين إيه ده فيز فيز تشارج وتحت فيز تشارج. تشارج بص هي المنطقة اللي جوه اللاينز دي منطقة اللي جوه اللاينز يسموها الأريا. دي مرة أخرى أنواع الويز اللي احنا قلناها من شوية. سوتوس طرابيزيو طرابيزويد طرايجرال ريكتانجرال سبايك وصاين. طيب بص بقى نخش نتكلم عن انواع البلسز. طبعا دي مورفيزي زي ما قلت لك قبل كده لان هي فيها فقط فيز واحده بيسموها مورفيزيك. طب دي فيها اثنين فيز فيز فوق وتحت فاسمها بايفيزيك. ولكن البايفيزيك دي قد تكون سيمتريكال الاثنين زي بعض فيسموها سيمتريكال. قد تكون انسيمتريكال يعني اللي فوق مش زي اللي تحت. طب الاسيمتريكال دي ليها حاجتين بالانسد وانبالانسد. لو الفيز اللي فوق فيها كميه من الشحنات تساوي كميه الشحنات الموجوده في الفيز اللي تحت فبيسموها بالانسد. لو الفيز اللي فوق مختلفه عن اللي تحت فبيسموها انبالانسد. طب لو البلس فيها اكثر من اثنين فيز زي ما انت شايف كده واحد موجب سالب موجب فيها ثلاثه زي ما انت شايف بيسموها بولي فيزيك. الشكل الاخر من البلس اسمه بيرست. والبيرست ده هو مجموعه من البلس مع بعضهم في ايه في في في, في بلس يعني مجموعه من الفيزز مع بعضهم مع بعضهم في بلس واحده. مجموعة من الفيزز مع بعضهم في بلس واحدة وليس بلصية واحدة وليس بلصية فوق وبلصية تحت. هم مجموعة على بعض حزمة. كلمة بيرس دي معناها حزمة. فهنا يقول لك إن دي بيرسيتس ودي معناها إيه حزمة من البلصات مع بعض فيسموها 3 بلصز بير سكند. أما دي بلص وبلص وبلص بيسموهم 3 بلصز بير سكند مع كون كل بلص عبارة عن فيز وحيدة. الويف فورم بتاعة الكاونتس قلنا ممكن تبقى اسيمتريكال ممكن تبقى اسيمتريكال وممكن تبقى مونوفيزيك المفروض يبقى اسيمتريكال وانسيمتريكال. السيمتريكال بيقول لك ان هي بتديك مور كومفورتبل ويف فورم. الاسيمتريكال بالانس بتبقى التشويس الافضل للعضلات الصغيره اسيمتريكال بس تكون بالانسد. المونوفيزيك والسيمتريكال اتيكال ويف فيت ويف فورم المونوفيزيك والسيمتريكال بيديك مصل كونتراكشن وبيديك بالانس عالي وبيديك تورك عالي والى حد كبير يبقى لسه تيجي يبقى سيمتريكال ويف فورم تبقى دي مور كومفورتبل. الاسيمتريكال ويف فورم الاختيار الافضل للعضلات الصغيره. المونوفيزيك والسيمتريكال بايفيزيك ويف فورم بيديك طولك افضل ولس فتيك. الامبليتيود انا قلت لك من شويه ان هو عباره عن ايه؟ تعبير أو عبارة عن انعكاس لشدة التيار. فهو تيز الماجنتيود في التنستي والاستمرس اند وان فاكتور من بنتحدد بيهم ضمانين ذا سترينث اوف استنجريشن. هاي بونت يبقى أكثر من ما يبقى تيار يعني فولت عالي فده تيار من 100 إلى 150 فولت.
اقل من 100-150 فولت بيسموها فولت ايه؟ منخفض. طبعا كل ما البيك يزيد معناه ان التنست بيزيد، كل ما التنست بيزيد غالبا كل ما فعل طيارة هوائي عالي، فانت عمله بتأثر على الدبس بتاع التيجوز، كل ما تزود كل ما تنزل في الدبس اكتر، في الدبس بتاع التيجوز اكتر. بيك امبليتود البيجت الكهربي بالمي سكن بالمي بيك امبليتود بيجت الكهربي بيجت اول اسمها بالمي امبيل ومالكو امبيلز لا سيبه شوي. البيك امبليتود البيجت المجرد في حتة في الكاونت بالملي أو بالمايكرو أو بالمايكرو. الأمبليتيود بتاعنا لازم يبقى سترونج إناف. عارف يعني إيه سترونج إناف؟ يعني لازم يكون فيه القوة الكافية ان انت تقدر بيها تعمل سيموليشن صحيح، فيديك اكشن موتنشن ويديك اكشن موتنشن فيديك موفمنت اللي انت عايزها. يبقى بالتالي لازم حضرتك تبقى عندك امبليتيود عالي او بمعنى ادق انتنست كافية ان هي تعمل سيموليشن. طيب نكمل البارامترز. يعني ايه resting time and decay time؟ CD ده rising time، شو resting time ده؟ rising time يعني الوقت اللي بتاخده البلس عشان توصل للبيك من ساعة resting potential اسمه ايه؟ rising time. والديكاي time معناها الوقت اللي بتاخده البلس عشان تنزل للصفر من بعد ما وصلت للبيك. يبقى عندنا مصطلحين اخرين ظهروا في البارامترز، الديكاي time والrising time. rising time الوقت من بدايه الصعود للقمه، والديكاي time الوقت من القمة إلى النزول لتحت خالص. هنا الشكل ده السي هنا ده الايه؟ ده الرايزنج، والديكاي ده هنا في 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 الشكل ده هو من تحت كده لغاية الآخر. التشارج قلت لك عليها لسه من شوية اللي هي الماونت اوف الكتريكال energy delivered to tissue with each phase of each pulse which can be measured in microcoulombs. يعني كمية الشحنات اللي قلت لك عليها اسمها الاريا من شوية الموجودة في كل بلس دي بيسموها للتشارج، وبتقاس بايه؟ حاجة اسمها microcoulombs. طبعا ده كلام تاني بيتعاد نفس الكلام الـ A amplitude الـ H الـ H الـ H الـ capacity الـ A capacity أو charge ما علشان ما تكرر على هاي هاي لأخذ الثقة هاي دي كمية التشارج الموجودة. الاف الفيز ديوريشن السي رايزنج تايم الدي الديكاي تايم، وهنا الاف بتساوي الجي لان الجي هتقول لك ان هي بتساوي البلس ديوريشن.
لو الـ لو الـ لو الـ لو الـ لو الباص كلها فيها فيز واحده يبقى هنسميها ايه؟ مونوفيزيك. مونوفيزيك يبقى الاف هتساوي الجي. اختك اللي جنبك دي كانت بتتكلم، ما تسيب الموبايل بقى خليكي معانا. احنا خلصنا الحكايه، دخلنا في الموبايل ولا ايه؟ اسمك ايه؟ اي ايه؟ طب المفروض خليكي معايا ايه؟ الجي هي الديوريشن، واللي هي بتمثل الفيز ديوريشن بتاع التو فيز. لو الباص كلها فيز واحده يبقى الجي هيساوي الاف، والاف بتساوي الديوريشن بتاعت مين؟ الفيز. ماشي يا شباب؟ والاتش كميه الشحنات، كميه الكهرباء الموجوده طالعه في كل باص. طبعا ده الاولاني ده اسمه مونوفيزيك وده اسمه باي فيزيك. نفس الكلام قلنا بس مع البيرسل بقى، يبقى هيبقى انتر بيرسل انتر فير، وده انتر بالز انتر فير. اللي فوق ده بيرسل، واللي تحت ده بالز، ودي البيرسل هي حزمه او بالز تتكون من مجموعه بالزات على بعض بيسموها بيرسل. ها انا قلت تاني هنا بقى ايه دي اسمها ايه؟ تمثل ايه الايه؟ فيز ديوريشن. والبي البي اي اعلى. لحظه بس لحظه، مش في اي اعلى. قولي ايه؟ ليه ايه؟ اختك اللي جنبك ليه يا شيخ؟ طب بص بقى اختك الدكتوره اللي عامله المثقفه دي، قولي يا دكتوره هتقولك على طول ايه؟ شفت عرفت الواحد انا عايز اقول ما عرفتش؟ لان هي مركزه معايا. شكرا شكرا جزيلا. اسمك ايه؟ ايه؟ شكرا يا هند. شكرا شكرا جزيلا. شفت اللي مركز من اللي قاعد يبص في الموبايل وبيحكي في احاديث جانبيه؟ لا سمح الله. ماشي. يبقى البي هي انت بلس ديوريشن، والاي هي بلس هي الفيس ديوريشن او البلس ديوريشن. حسب بقى نفس الكلام ده انت بلس انت فان، وده انت بلس انت فان. بس هنا ال ايه؟ بيرست؟ لا ال دي بيرست ودي البلس العاديه. لا هو دي الاثنين بلس عاديه، بس هنا الباص في الايه؟ الفيزز في الباص او كلها 3 فيزز في الباص فوق وتحت 5 فيزز في الباص في فريكونسي مختلفه. اشكرك شكرا جزيلا على التعقيب. خلاص دي ده طبعا زي ما قلنا ده مون فيزيك وده باي فيزيك وده بيسموها ايه ما بين فيزيو وفيزيو اسمها ايه؟ انترا انترا بلس او انترا فيز ديوريشن. ماشي؟ ماشي ده كلام جدا ممتاز. ده احنا قلنا نفس الكلام ده قلناه قبل كده دي ودي. طيب ده يعني بقى تجميع الكلام اللي احنا قلناه عشان تركزوا معانا. اول حاجه عايز اقول لك دايركت كارنت والالترنيتنج كارنت. بيقول لك احنا ايه انواع التايب اوف كارنت ايه؟ قلنا من شويه يا اما دايركت يا اما الترنيتنج او بالص. والله ده كلام محترم. الدايركت كارنت ده قال لك ان هو ليه برضه انواع، يا اما كونفنشن المعتاد، يا اما ريفرسد، يا اما ريفرسد انتربت الدايركت كارنت. في صوره ليه كده؟ هي دي الصوره دي تقريبا. ده دايركت كارنت اهو، وادي انتربت الدايركت كارنت، وادي ريفرسد، وادي انتربت الريفرسد. نعم الريفرسل ده غير الالترنيت.
انفجار الارض. لا ده ماشي مباشر كده طوالي. بعد كده بعد كده ايه ينزل ويمشي طوالي. انما الباصز مغنم كده يعني الالترنيتنج ويف صغيره كده. انما ده ماشي وبعدين مشي راح مغير اتجاهه وبعدين ماشي طوالي وبعدين مغير اتجاهه. يبقى اسمه الفايرت. مش ما هوش مش بيتنطط كل شويه عامل زي الرز كده زي الالترنيتنج. صح؟ معانا يا شباب؟ فده اسمه ايه؟ ده اللي فوق خالص دايركت وده انترابتد دايركت واللي تحتيه ريفرسد يعني بيغير اتجاهه وده انترابتد ريفرسد يعني يروح ماشي شويه وسكت وقعد حبه حلوين وراح مغير اتجاهه بقى ريفرسد دايركت كارت. وادي انواع الدايركت كارت اللي احنا قلناها. بهتم قوي في الدايركت كارت بان انا اعرف بارتز مهمه هي البولاريتي والانتنستي. البولاريتي يعني جاي من فين ورايح فين؟ اتجاه التيار الكهربي من فين لفين؟ ليه؟ لان طول ما انت عندك دايركت كارت او اسيمتريكال الترنيتنج كارت الكلام ده ممكن يؤدي الى تجمع او اكيوميشن للتشارجز. فالاكيوميشن بتاع التشارجز ده ممكن يديك كيميكال بيرن او يديك يحرقك يعني. فلازم تبقى انت عارف ان ده دايركت كارت وادي الموجب بتاعه وادي السالب بتاعه عشان تعرف والله ان ده ممكن يسبب اكيوميشن اللي هي اسمها البولاريتي بتاعته يعني القطبيه بتاعته فين الموجب وفين السالب وماشي ازاي عشان تعرف لما تعرف ان ده دايركت كارت والبولاريتي بتاعته يبقى انت تتوقع ان ده ممكن يعمل لك اكيوميشن في التشارجز. يبقى من فضلك هتقلل التايم هتاخد بالك من الايه من العيان بتاعك عشان ما يحصلش كيميكال بيرن مش عارف اللي بيحصل له بالكهرباء ويتحرق ده هو ده الكهرباء اتجمعت كلها فيه. يبقى تاخد بالك من البولاريتي والانتنستي. الالترنيتنج الناحيه هنا بقى الالترنيتنج كارد عندك يا سيدي سيمتريكال واسيمتريكال. سيمتريكال ده يعني متوازن يعني الباص اللي فوق شبه الباص اللي تحت. هنا ما بنبصش على مين؟ على البولاريتي. يشتغل شويه ويبطل شويه. متعادل الكميه الكهرباء اللي فوق قد الكميه الكهرباء اللي تحت. طيب الاسيمتريكال يعني اللي فوق مش شبه اللي تحت قد يكون بالانسد او انبالانسد. بالانسد ده مش هيفرق معانا البولاريتي. لو انبالانسد ابص على البولاريتي وعلى الفريكوانسي وعلى الانتنستي بتاعته او دي اهم البارتز بتاعته. نرجع للنوع الثالث الباسف كارنت. الباسف كارنت قد يكون مونوفيزيك او بايفيزيك. مونوفيزيك ابص على البولاريتي ابص على الفريكوانسي ابص على البلس ديوريشن والانتنستي وحاجه اسمها الرامب جاي جاي. باي فيزيك هو سيمتريكال او اسيمتريكال. باي فيزيك يعني فيز فوق وفيز تحت. لو سيمتريكال مش هنبص على البولاريتي بقى اتفقنا هنبص على الانتنستي بتاعته والفريكوانسي والديوريشن والاون والاوف تايم والرامبس. الاسيمتريكال هنزود على الكلام ده البولاريتي. ليفلز اوف ريسبونس تو الكتريكال سيميوليشن بيقول لحضرتك انت لما تدي انتنستي للعيان بتاعك العيان ده هو بيديك ريسبونس. ماشي العيان بيديك ريسبونس. الريسبونس دي قد تكون على اكثر من مستوى. بمعنى لو انت مديله استيميوليشن قليل استيميوليشن قليل يعني انتنستي قليله من الكهرباء ايه اللي بيحصل؟ فبيديك ريسبونس ان هو بينبه عصب حسي فيسموها سنسوري ليفل. بيسموها ايه؟ سنسوري ليفل. بيأثر على العصب الحسي فيقوم يخليك تحس بالكهرباء اللي ماشيه فيديك اسمها سنسوري ليفل. طيب زودت شويه فالكهرباء بتزيد فتقوم ايه تديك ستيمولس كافي ان هو ينبه عصب حركي فيقوم يديك بقى مش احساس بس احساس موفمنت تلاقيه ايه بيتحرك
ليه؟ الاعصاب الحركيه حصل لها ستيميوليشن فعملت اكشن فعمال بيحرك عضلاته، ويسموا ده الموتور ريسبونس. طيب زودت شويتين كمان، ده وصل لمرحله انه يحصل على السنسور والموتور والبين فايبرز فيخليك متالم، وده يسموه نوشس ستيميوليشن، وده بيبقى سترونج وانكوفر. يبقى الليفل اوف ريسبونسز تو الكتريك ستيميوليشن، اول حاجه اللي انا ما قلتهاش سب سنسوري، يعني ايه؟ يعني هو صغير وقليل لدرجه ان هو مش حاسس بيه، لسه مش حاسس. تيجي مثلا تشتغل على عيان ايه توصله كاظور حاسس بحاجه، يقول لك لا مش حاسس، مع ان انا مشغل التيار. يبقى اذا هنا التيار اللي انا مشغله شدته ضعيفه لدرجه ان هي لما استوعب مش محسسها اصلا بيه. طب زودت شويه، انا بدات احس اهو بحاجه ماشيه كده، يبقى انت كده بدات بايه؟ تاثر على الاعصاب الحسيه. زودت اكتر ياثر على الموتور فيعمل حركه بالاضافه للاحساس. زودت اكتر فهيعمل ايه؟ هيعمل ياثر على السي فايبرز والاي دلتا فيقوم يعمل لك الم، فده بالاضافه الى مصر كونتراكشن قوي، فده يقول لك ان هو نوكشس ستيمولس. في حاجه هنا اسمها سترينس ديوريشن كيرف، اخدتوها في السوجي؟ تقريبا ها؟ كنا بنحطها في السوجي. قبل السترينس ديوريشن كيرف بص كده بس مجاني بس معلش. ده طبعا بص ده السنسوري اللي هو بيتأثر عليه الريسبونس، وده الموتور وده البين اللي احنا قلناه. طيب خليني اقول لك على حاجه ثانيه بعد اذنك، ان قوه الاستيمولس تعتمد على حاجتين، على شدته وعلى الوقت بتاعه. يعني ايه الكلام ده؟ ركز معايا من فضلك واسمعني كويس عشان تفهم الجزئيه دي. انا لو حطيت لك كميه كهرباء عاليه انت تحس بيها؟ تحس بيها ما هي عاليه تبدا تديك ريسبونس. لو حطيت لك كميه كهرباء قليله ممكن تحس بيها ممكن لا حسب كميتها. طب لو حطيت لك كميه كهرباء قليله لمده طويله هتبدا تحس بيها. ادابتيشن ايه؟ اسمع بس هديك مثال تاني، هديك مثال تاني هتفهم ليه الكلام دهوت. والمثال دهوت انا اتذكر ان هو كان بيشرحه لنا الراجل بتاع الفسيولوجي لما كنا طلبة زيكم كده من 20 سنة، ما كنتش بفهم منه والله بس بخير، بس فهمت من الحتة دي. كان يقول لنا دمياط، كان مهتز بنفسه يقول لنا دمياط مش عارف ليه، والله مش فاكر اسمه برضه. كان يقول لنا اكشن بوتنشال اكشن بوتنشال اكشن بوتنشال. كنا لسه في البدايات فالكلام كان صعب علينا وهم كانوا صعبوا كمان الله يصحيهم. بس انا فاكر المثال ده كان مثال طيب منه، يعني الشيء الشيء يذكر صح؟ ربنا علمني حرفا صمت لا عهدا صمت له محبه تمشي برضه عهدا لله فقط صمت له عهدا صمت له محبه عهدا عهدا مش عهدا وذنت له بالحب. مفيش بقى ايه صمت له عهدا دي كلام فاضي. هو عهدا مش عهدا ماشي صمت له عهدا، بس ليه عهدا يعني تقول لي صمت له محبا؟ ماشي يلا بينا نكمل بقى، نرجع بقى عشان ما نخشش في ايه؟ في حصه نحو وهرب من الكلام الجميل. بص ساعتك لو انت تحط في ايدك، لو جيت مثلا بلاش الايه الصبيان، خلينا في البنات بفرض مثلا ان هي واحده تطوعت وقال ايه هتطبخ في البيت. قال يعني انا هتطبخ وتساعد مامتها وكده وبتاع يعني. المهم لو وقفت حط ايديها على النار كده. لو النار ضعيفه صغيره خالص وهي حاطه ايديها هتزعلك؟ صح مش هتزعلك؟
بس هتحس ان دي حاجه داخله طالعه من الايه من عين البوتاجاز مش كده جميل بس انت بتحط ايه كده مضايقاكي لا خالص طيب لو بصي لو انت حاطه ايدك كده وانت طويله وانت حاطه ايدك والنار شغاله وهي داخله صغيره تبدا تضايقك ولا لا صح عايز بقى الكلام ده جربنا الكلام ده كلنا طب ايه اللي حصل بدات توجعك وتتساعد وعايز تشيلها هتحرقك طب هي نفس هي نفس العين نفس العين ونفس قوه اسمها ايه النار اللي طالعه من البوتاجاز طب اشمعنى اول ما حطيتي كانت دافيه ولطيفه كده وما زعلتكيش ولما سبتيها شويه بدات تحرق لي بايدك فين الموصل الثلاث هنا الوقت مش الشارج ما هو نفس القوه صح يبقى اذا الاستمرس يتوقف على شدته وعلى بقائه او قوه الاستمرس تعتمد على اثنين الشده بتاعت الاستمرس والديوريشن المقدمه من الايه الاستمرس صح كده او صح صح ده كلام جميل جدا طيب بسألك عيب أكمل بس فكرتي عرضها وبعدين أسمعك عشان بس كلمتين ما أوصلك أنا لازقهم أما بنكملك كده بيضيعوا تاني أرجع تاني بص أجيب السويت من أول تاني رسوم المصبرية بتاع المصريين ده أرجع تاني ماشي نقول تاني بقى بص طيب لو انت بقى حطيت ايدك وقربت ايدك شويه من النار والايه والعين طالعه من النار ايه نار عاليه وانت قربت ايدك اول لو تقرب كده تتلسع بتشيلك على طول صح؟ ايوه هنا ما استنيتش قعدت ثلاث دقايق ولا دقيقتين ولا اي حاجه انت قربت وقت شايك اذا هنا في هذه الحاله كانت قوه النار كافيه لدرجه ان هي تعمل استلوشن وتحرق تخليك تشيل بصلاه صح كده؟ جميل. طيب يبقى انا كده عايز اقول لك من الكلام اللي انا هقوله لك دهوت ان الديوريشن عندك عامل من عوامل اللي بتؤثر على الاستورس تخليه قوي او تخليه ضعيف. يعني انت لو حطيت استورس قوي في وقت ضعيف فهو قادر ان هو يعمل استيموليشن. وفي نفس الوقت لو حطيت استورس ضعيف في وقت طويل فقادر ان هو يعمل استيميوليشن واكشن بوتنشال صح كده؟ وانا على المثال بتاع ايه؟ بتاع النار اللي انا قلته لك ده كلام جميل يبقى اذا الامبليتيود او الانتنستي تتناسب تفاضليا مع الدول عكسيا مع الايه؟ مع الديوريشن لو انت عايز بفضل ثبات الاستيمولس بفضل ثبات الاستيمولس انت هتقدمه يبقى في هذه الحالة فإن الأمبليتيود بتتناسب عكسيا مع مين؟ مع الديوريشن ما هو ونقول بقى بص هنا كده أدي عندك المحور الصوت ده هو عليه الأمبليتيود بيمثل الستريس والمحور السيني عليه التايم بيمثل إيه؟ الديوريشن فقال لك والله إن عند بص أنا مقدم لك استيميوليشن أهو ماشي؟ والاستيميوليشن ده لو هو هنا كده مثلا وعند الايه؟ عند الوقت الطيب ده صفر. ما عملكش ريسبونس لسه. زودت الاستمرار شويه وزودت الديوريشن ما عملكش ريسبونس. لحد ما توصل للمرحله اللي انت فيها الاستمرار مع الوقت كافي ان هو يعمل ريسبونس. فيسموا دي الريوبيز. يسموها ايه؟ الريوبيز. والريوبيز هي كمية الاستمرس في وقت معين الكافية تعمل استيموليشن. طيب يطلع من الريوبيز ده يقول لك في مرحلة في لفظ ثاني اسمه كونوكسيا. كونوكسيا دي دبل الريوبيز. دبل ايه؟ الريوبيز. Really?
يبقى من بيز الديوريشن اللازمه ان هي تعمل لك ايه استيمولس والكوركسيا دبليو يو بيز. بص حضرتك ان انت لو انت هنا جبت مثلا استيمولس هنا عالي قوي صح؟ انت استيمولس عالي قوي بس الديوريشن بتاعته ايه؟ قليله ما عملش ريسبونس صح؟ فكرت ولا لا خالص؟ ده يقول لك ان انت ايه؟ لو انت لابد الاستيمولس حتى لو كان عالي جدا من وقت معين يعمل فيه مين؟ استيموليشن. ما هو انا بص النقطه الحمراء دي كده اهو شايفها الماركر بتاعي انت هنا اهو انت انترست عالي قوي اهو بس مشيت على وقت قليل عملت لك ريسبونس؟ ما عملتلكش. ما عملتلكش ريسبونس الا بدا يعمل لك ريسبونس لما ظهر هنا كده اللي هو الوقت ده اهو مع الانترست ده. يبقى اذا يقول لك ان الريوبيز ده اقل وقت كافي ان هو يعمل لك استيموليشن والكوركسيا الضغط مين؟ وكل ما هتزود الديوريشن بتاعتك كل ما الريسبونس او كل ما الستريس او كل ما الستيمولس التريست اللي انت محتاجها هتقل. محتاج التريست اقل انا مديك وقت مديك وقتك بقى صح؟ غير واحد مستعجل فعايز ايه؟ يقول لك ضربه بالايه؟ اسمها ايه؟ بالمرزلته ولا اشرب ايه؟ بالشاكوش صح؟ يعني خلص عليه مره واحده. هو ده حتى الضربه بالمرزلته دي عايزه ايه؟ عايزه وقت عشان تموت الزبون. هنا بقى يقول لك انت في سنسور ليفل انت عندك بص استيمولس قليل ووقت قليل. اهو شايفه؟ استيمولس قليل ووقت قليل قصمك على مين؟ على السنسور ليفل. استيمولس وسط ووقت وسط قصمك على الموت. وقت اطول مع استيمولس اقوى مع استيمولس اكتر معناه كده ان الاستيمولس قوي جدا. صح؟ احنا قلنا العنصرية بتوع الاستيميوليشن مين؟ انتريستي والديوريشن. زودت لك الديوريشن وزودت لك الانتريستي اهو محور الصادات فهو عامل لك ايه؟ او الواي فهو عامل لك ستيمولس عالي فهو عامل لك ريسبونس بتاعته ايه؟ اتعشى ان تكون فهمت هذه المعلومه. ده الكلام مش هيتكلم لك بقى ولا اكون بشك اكوموديشن معناها اسمع كده وركز معايا ان الجسم اللي نحس بيتعود لا مش هقولها لك وبعدين اقول متعوده طيب بس انا مش هقولها لك العيال الخبثاء. بص بقى سعادتك اكومبيشن معناها ايه؟ الجسم بينحس. عارف لما تجيب عيل صغير واول مره تبص له بصه كده يقعد عايز يخش الاوضه تاني مره بص ما حواش خلاص ضربه قلم ما بلاش قلم عشان ضرب على وش حرام ضربه العصايه لازم بص احنا ناس فقهاء لازم نقول الحقنينة والعزمة افرامه بالعصايه ماشي فراح دخل ايه؟ دخل على الاوضه وعيط دخل افرامه بالعصايه وعيط دي بقى افرامه بالعصايه قال لك ها 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 ما وجعتنيش صح؟ حصل في الكلام ده؟
دي معناها ايه؟ انا حاسس بقى فتروح عامل ايه؟ هي ما كانتش طب تعالى عصايه في اثنين في ثلاثه راح رجعته قام عيط وقعد داخل جوه. طب ما بين مرحله انت تبص له بصه كده لمرحله ان انت بتديله بالعصايه مرحله ان العصايه بقى عصايتين ثلاثه دي اسمها ايه؟ اكومديشن اتعود. وكذلك الحال في الايه؟ في النيرف. النيرف بتديله ستيموليشن، الاستيموليشن ده وديهولك عشان يوصل يعمل لك اكشن بوتنشال لابد ان هو يوصل لايه؟ للثريشولد. الثريشولد اللي هو كميه الاستيموس الكافيه ان هي تعمل ريسبونس. طيب انا متاكد الثريشولد بتاعك عملت ريسبونس، بعد فتره تدي العصب نفسه هو هو نفس كميه الكهرباء اللي انت كنت بتديها له ما ادكش ريسبونس. ليه؟ تعاود نحس زي حبيبنا الايه؟ زعنون ده نحس قال لك ما وجعتنيش. طيب ماشي ما خد خد بقى التيم. يبقى ده اسمه اكوموديشن. الاكوموديشن ده خاصيه خاصه بالنرف دون الاذر تيشوز. اما بالنسبه للمصل فالاكوموديشن في المصل از فيري مايلد. فيري ايه؟ مايلد. اما الاكوموديشن خاصه اصلا بمين؟ بالنرف. نحن صاحب الكلام وجاب كوركسي وميوبيز. ميوبيز ده أقل إيه؟ طيب؟ ماشي. والكوركسي يضم ميوبيز ليب سايكل. الديب سايكل ده بيمثل اون وورد تايم. لو انت كنت فاكر في الالتراساوند قلنا الديب سايكل ده ايه؟ الاون والاوف اللي هي كل البلص على بعضها اللي بتمثل ايه؟ اون على اوف صح؟ الاون والاوف طيب ماشي. الروم تايم على كل الايه؟ على كل الطايم. الروم تايم طيب. بص مين كان بيسال؟ الروم تايم طيب. لما بتلاقي شكل الويفز فيها تضغط بهذا الشكل اللي احنا قلنا عليه فالوقت اللي من ايه؟ من اول امبليتيود صغير لاخر امبليتيود بيطلع فوق اسمه ايه؟ بامبنج تايم. يبقى بامبنج تايم هو الوقت المستغرق من ايه؟ من بدايه اصغر امبليتيود لحد البيك امبليتيود ما توصل ده اسمه بامبنج تايم. اللي احنا كنا بنتكلم عنه في البارامترز بتاعت التايمز المختلفه من الكرنتس من شويه. ده بامبنج تايم. وده تايم اون وتايم اوف دي سايكل. التوتال كارنت بيقول لك عندنا البيك امبليتيود بالص فريكونسي فيز ديوريشن دي كلها بروبوشنال للتوتال كارنت يعني كميه الشحنات الموجوده في الويف. كل ما هتزيد هتلاقي كل الحاجات التانيه كلها زادت معاك الفريكونسي والامبليتيود والديوريشن كلها هتزيد مع حضرتك. يعني بيقول لك بص هنا شوف ده ايه؟ ده كميه الناس اللي جوه المربع ده هل مختلفه عن ده ولا لا؟ مختلفه. وكميه الناس اللي انا قلت لك عليها اسمها الاريا بتمثل كميه الكهرباء الموجوده جوه المنص. وهنا لما زادت كميه الكهرباء ارتفع الامبليتيو زي ما انت شايف. صح؟ وهنا لما زادت كميه الكهرباء في حاله ثبات الديوريشن زادت الفريكونسي. صح؟ وهنا زادت الفيز ديوريشن. يبقى
بنقول لك ان كل ما هزيد كمية الكهرباء افضل كارت هزيد الامبيتون فرقوانسي والديوليشن بجناسة قاضية مع التوفال كارت موديوليشن معناها تعديل كارت بيبقى في لفظ اسمه سويب سويب ده معناه التعديل في الايه في العرض مش ده اسمه اللي هو العرض اسمه ديوريشن صح؟ بالعرض اسمه ديوريشن لما حضرتك تعدل في الديوريشن بتاعه الويفز او تعمل لها موديفيكيشن زي ما انت شايف كده ده اسمه سويب اهو واحده ايه كبيره وصغيره وما الى ذلك اسمه سويب اما تعدل بالطول ده اسمه الجين فسويب هو لفظ بايب بعد ما يفكشر هو مصنعين تومبينول سيكوينشال ميديوليشن والباص ديوريشن يعني كل ما تعدل في الباص ديوريشن في العرض ده اسمه سويب انواع الالكتروز اللي احنا بنستخدمها عشان نوصل بيها الكهرباء بتاعتنا جسم الانسان او نوصل بيها التيار الكهربي اللي انت بتستخدمه عندك والله نوع اسمه ميتال الكتروز او كربون او سيلف ادهيرنج او سنجل يوز الكتروز اللي هي ديسبوزبل بتتسوى مرض تاني الكونفجريشن اوف الكتروز يعني طريقه استخدامها يا اما تبقى منبوله دي يعني واحده بس او تبقى باي بوله يعني تو الكتروز تستخدم بالوان شكل منبوله يعني الكترود واحد من الوان شكل وفي السالب والموجب مع بعض بايبولا طول الكترود من وان شانل وبيبقوا غالبا زي بعض كوادر بولا يعني طول الكترود من تو شانل كل واحده فيها اثنين شكرا جزيلا.